كتير حلو هيدا الشيء، مش أول مرة بنعمل هيدا الشيء يعني، وبتحس العالم بتتفاعل معك أكتر. بتحسي إنه في ناس حتى يمكن يكونوا هن متقصدين إنه يجوا يعملوا شوبينج بهذا اليوم كرمال الحفل. مزبوط. وحتى نوال كانت كتير مرتاحة على المسرح وظلت ترقص وتغني للجمهور وعملت ميكس بين جديدة وقديمة وغنت لهم كمان على العين، واللي ساعد على هالشي الجامب سوت من السيكوينس مع الفينيك واللي أضافت له بلت أسود. بدي أسألك مولد، اليوم إليف غالي هو ملبسني ورانز صغير هو عامل لي شعراتي. بدك ترجعي تشعري أكثر؟ لا خلاص أكثر من هيك بزيادة. وأنا سألتها هيك عمدا لأنه بعرف لما نوال تقرر تصور كليب جديد يعني أكيد في لوك جديد حيصير ترند عند الكثير من البنات، فمين فينا ما بيتذكر لون شعرها بكليب اللي تمنيته اللي أطلقت فيه موضة اللونين للشعر؟ أما بكليب عينيك كدابين فهي مو بس رجعت موضة الليب لاينر وإنما طلت بكيرلي هير، صار اللوك المفضل عند الكتار. عينيك كدابين قولي خايف اللي طولها لي. وهلأ أكيد عم بتخطط لشي لتظهر فيه بكليب قالوا اللي رح تصوره قريبا. قالوا حبيبك باع لتعاتبه وين. حنصورها شي كتير حلو و إن شاء الله بعد رمضان بينزل الكليب. قولي لي رح تصوروها شيء حلو، بدي أعرف حتصوروها كيف. حتصورها ببيروت و لا ما رح لك مع مين هلا، هو مخرج جديد عنده شيء كتير حلو وأنا مؤمنة بشغله. طالعك بصورة جديدة غير اللي تعودنا عليها، عنده فكرة جديدة، بس عطيني شيء. إنه إيه الأفكار أنا وياه يعني، وأنا عندي فكرة براسي بدي نفذها معه.